تحياتي ليك كابتن مدحت، تحياتي لمشاهدي ومتابعتين في كل مكان من داخل ملعب بتروسبورت وما بين شوطي مباراه انبي والاسماعيلي. انتهى شوطها الاول بتقدم نادي انبي بهدف. مع الان كابتن ناصر النابي المدير الفني الجديد لنادي الاسماعيلي. كابتن ناصر بنرحب بيك على شاشه تن وبرنامج مساء الانوار او الدوري المصري. مرحبا بيك استاذ مدحت. انت فاكر وكيف ما افتكرش استاذ مدحت؟ يعني ذكريات جميلة من منذ 4 سنوات، أظن 5 سنوات لما جيت استقبلنا. فطبعا سعادة كبيرة جدا بتواجدي في مصر، وأكبر أيضا بتواجدي ربما إن شاء الله لو تمت الأمور على خير على رأس الإدارة الفنية الإسماعيلي المصري. كابتن ناصر النبي، يمكن عايزين نبذة سريعة، يعني الناس في مصر يمكن أنت جيت من 4 سنين مع فريق موتيمبا الكونغولي، لعبت حرس الحدود، نبذة سريعة عن السي في الخاص بتاعك في ال4 سنوات الأخيرة. والله كابتن الاسم طبعا الاسم مصري، الاسم عربي، فرصة نصر الدين النبي، فرصة أخرى. الحين 45 دقيقة والإسماعيلي خسران، يعني شوية في شوية يعني زعل وتركيز مع الكورة، فعنا الوقت إن شاء الله. يشرفني جدا أن أتواصل مع كل الإعلاميين في مصر في حدود يعني الممكن واحترافية، ومع الفريق الأستاذ مدحت في تيان سبور. يعني ضحيت زي ما عرفنا من أجل التدريب في مصر، كانت أمنية حياتك انك تدرب في مصر او ان انت تخوض التجربه في مصر، وقبلت عرض الاسماعيلي. شايف الفتره اللي جايه ازاي في مصر، وخاصه ان اول تجربه ليك داخل الارض المصريه؟ اول شيء ما ضحيتش لقبول، ليس هناك تضحيه، فهناك تفاهم وليس التضحية. ثاني حاجة بكل صراحة، يعني مش كلام أقول كلام عشان يسعدكم، هذا معروف يعني مصر، يعني الدوري المصري، وأظن كل مدربين عرب يتمناوا يجيهم فرصة باش يدربوا في مصر. أقول هذا بكل واقعية وبكل تجرد وليس كلام لإسعاد المستمعين. ثم بكل صراحة احنا يعني الإسماعيلي عنده شعبية كبيرة في المغرب العربي. احنا يعني ليش ما تقوليش الزمالك؟ طب الزمالك والأهلي على الرأس والعين، لكن جمالية اللعب من القديم معروفة عن الإسماعيلي. بس انت ما تزعلش. لا مش زعلان، تعرف ان انا بشجع الإسماعيلي. لا عارف توجهاتك. من 4 سنين فاكر؟ لا فاكر. كنت بشجع مين؟ احمراني. لا لا يعني متشكرين، شكر الشباب الكل على يعني القبول، اشكر حضرة العميد على يعني تواجده في المطار لاستقبالي. صراحة لا اظن انني استحق كل هذا، انا مجرد يعني مدير فني ككل اخواني المصريين، وتكوني فرصة باش نتعرف عليهم على افكارهم التكتيكية، ويعني اقابلهم تكتيكيا يعني يسعدني جدا. لكن المهم هو اللي بالنسبة لي انا هو الاسماعيلي. الاسماعيلي حاليا يمر بفترة فراغ، والحين بديت نفهم علاش فترة الفراغ هذه. موجودة يعني هناك إمكانية الخروج من هذه الفترة ربما يعني بمرحلية صعبة، لكن ماهيش يعني كارثية الفترة هذه. إن شاء الله بشوية وقت، يعني إنسان ما ينتظروش اللي دائما بشوية لعب وتكتيك واحد، لا هذا كلام كصبورة. أنا ميدان مش صبورة، والميدان يتطلب الوقت والتكرار والجدية والالتزام والانضباط، لأنه كرة قدم مثل هذا ما فيش انضباط تكتيكي على الميدان مستحيل تعمل نتائج. يعني اللاعب اللي ما يفهمش اللي كرة قدم انضباط يلعب في الحارة، ما يلعبش في 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 دوري. يعني تجارب أوروبية وتجارب أفريقية وتجربة جديدة مصرية، إيه اللي عايز تحققه مع نادي الإسماعيلي الفترة الجاية؟ والله اللي عايز أحقق الإسماعيلي هو وضعه في المكان الذي يتماشى مع تاريخه، هذا هو. يمكن من 4 سنين كنت معنا ومع كابتن مدحت شلبي، النهارده يمكن موجود في الاستوديو زميلنا الكابتن احمد جمال، بنرحب بيك من خلال استاد تن، ونتمنى لك التوفيق مع نادي كبير زي نادي الاسماعيلي، ونورت مصر. شكرا، الله ينورك، ليا شرف، عايشك.
شكرا. كل الشكر للكابتن نصير الدين نبيل المدير الفني الجديد نادي الإسماعيلي.